شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، منافسات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة، والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، والذي تحتضنه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سموه، وبتنظيم من منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والأسيوي لفنون القتال المختلطة، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة على صالة مدينة خليفة الرياضية. كما حضر منافسات الدور نصف النهائي سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والسيد رضا منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجيجيتسو، والسيد محمد قنبر رئيس الاتحادين البحريني والأسيوي للفنون القتال المختلطة، والسيد محمد شاهد رئيس منظمة بريف. وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة منافسات الدور نصف النهائي وشجع مقاتلي منتخبنا الوطني وحفزهم، ونزل للاعبين بأرضية الميدان وشد من عزيمتهم لتقديم أفضل النتائج والمستويات، وذلك في إطار حرص سموه المستمر على دعم وتشجيع لاعبي المنتخبات الوطنية. وأشاد سموه بأداء المميز الذي شهدته منافسات بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة منذ انطلاقتها وتطور مستويات المنتخبات المشاركة، مشيدا بالأداء الذي أظهره لاعبو منتخب البحرين وما قدموه من أداء يعكس تطور هذه الرياضة بعد سلسلة الإنجازات العالمية والإقليمية التي حققها منتخب فنون القتال المختلطة على مدار السنوات الماضية. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الآسيوي بمشاركة نخبة مقاتلي القارة الآسيوية يعد بحد ذاته مكسبا كبيرا، وهو يعزز من مكانة البحرين كموطن للرياضات القتالية بشكل عام ورياضة MMA بشكل خاص، متمنيا سموه لمنتخبنا الوطني التوفيق والنجاح.